نحن لا نتوقع أن تحدث حرب في الأيام هذه، والسبب بسيط جدا، أن الطرفين يعني أنهكوا في الحرب السابقة، والشعب منهك، ولا يوجد رغبة أنا أشعر عند الطرفين في حدوث حرب سواء عند الجانب الآخر أو عندنا. إن شاء الله ما بيصير غير كل خير، يعني إحنا ما بنتمنى لشعبنا غير كل الهدوء والاطمئنان، خاصة إنه إحنا داخلين على رمضان. لا حماس عندها الإمكانيات، ولا اليهود عندهم الإمكانيات، ولا المواطنين متحملين بصراحة. وأعتقد مش من صالح حماس إنه تخوض حرب جديدة يعني في ظل الوضع اللي إحنا عايشينه. والله احتمال بنسبة 50%، مش في احتمال وفي احتمال لا، بس الاحتمال الكبير انا متوقع من جهه انه ما تصيرش حرب. بحبش، لانه احنا اطفال وبنحب الحريه، وزي ما اطفالهم بيعيشوا بسلام احنا كمان نعيش بسلام. الكل هنا بذكر الحرب وبقول ان شاء الله تنذكر وما تنعاد. يعني كانت تركت اثر كثير في اطفال غزه، لانه كان في كثير مشاهد ومجازر وهيك، فان شاء الله تنذكر وما تنعاد. والله ما نتمناش نوقع في مواجهه جديده، احنا بنضلنا زي ما تقول بين الطرفين، يكون صلح ويكون سلام 100%، تخش دول عربيه في القصه هذه وتحل لنا كل المشاكل. واحنا شعب من زمان زي ما بتعرف رايحين في 60 مليون داية، ما بنتمنى من كل خير انه يصير لنا كل خير.